في خطابته صدق إلى الجهاد وأبنية صادقة فحس برق النصر والبرق برق من أرض مارب والرياض والشارقة تحالفوا ضد الخيانة والسرق وتعاهدوا على المخوة والثقة هذا البلد يا رافضي هذا البلد هذا البلد يا رافضي هذا البلد يقضوا على الشيعة ومن هم ارتزق ما عد ما فرقدها عليهم حازقة في كل تبه منها جنبا يحترق وسط الرمل وفي الجبال الشاهقة الموت إذا جانا نسبق له سبق نصر وشهادة والحياة طالقة هذا البلد يا رافضي هذا البلد هذا البلد يا رافضي هذا البلد أقسم برب الناس والإخلاص والفلق ما نترك الحوثي بقوة نسحقه ولو هجم بالفين واحد من نسق بنحرقه راس أسك أشف خارقة عبد الملك بينتهي هو الفرق وينتهي في حرب ناره عالقة هذا البلد يا رافضي هذا البلد هذا البلد يا رافضي هذا البلد فالكهف بننهي وجرفه والنفق كل من ولاه عبر الساحقة يا شعبنا احنا على مبدأ وحق والسيد الكذاب لعن من صدقه والنصر قرب من على عيب صعق في ساحة السبعين موعد بارقة